بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكسور الغير ملتئمة القديمة بعد تركيب مسمار نخاعي زي الحالة اللي قدامنا ديت، بقاله سنة كان عنده كسر في الساق ومركب مسمار ومفيش أي تقدم، فيبقى الحل الذهبي في هذا الموضوع إن احنا بنركب شريحة أو شريحتين في الحالة ديت فوق المسمار زي ما قدامنا في الصورة، وبنسيب المسمار جوه والحالة التئمت تماما. يعني دي الأشعة بعد حوالي 7 شهور، زي ما احنا شايفين الكسر خلاص التئم والمريض بقى يمشي بشكل ممتاز جدا وأموره اتحلت بعملية بسيطة. تركيب شريحة فوق المسمار بيدعم الدنيا وبيخلي الأمور تتحسن. كذلك برضو ده في كسور عظمة الفخذ، أحيانا بتركب برضو مسمار نخاعي في عظمة الفخذ والكسر زي اللي قدامنا في الصورة، الكسر هو مش ملتئم والعظام بعيدة عن بعضها، فبنعمل عملية برضو نفس الكلام، بنركب شريحة فوق المسمار وبنرجع العظم ده مكانه، وترقيع عظم من حوالين الكسر ما ياخدش ترقيع عظم إضافي. وديت الأشعة بعد المريض جالنا بعد دي متابعة بعد 3.5 سنين، الكسر ملتئم والدنيا الحمد لله اختلفت تماما. فتركيب شريحة فوق المسمار سواء في الساق أو في الفخذ بتجيب نتائج ممتازة.